الحزام دي وشغلانه مش سهله كنت خالص. الاول اخد الحزام واقعد اعيط. اتحاربتي طبعا طبعا. دلوقتي فهمت. هو انا في حد داعم ليا، انا جوزي داعم هو في المجال الرياضي ما شاء الله. فاول يوم عيطت بقى قال لي لا هنبتديها بعياط والله ما هتمشي 5 متر قدام. صح. انت خدي الضربه وجهزي تردي الضربه ازاي. فمن هنا بدات بقى لا انا هاخد الضربه اخد نفس وهركز دماغي واروح طالعه بحاجه تانية. فالحمد لله رب العالمين. حلوه قوي. بنحييكي والله. يعني مفيش ست تقدر تعمل اي حاجه من غير الاب اللي من وهي صغيره بيامن ان هي هتقدر تعمل حاجه. أب من غير الزوج. من غير ابنها، انه ابنها يقعد يقول لها يا ماما انا عايزك تعملي كذا. فطبعا بنحييه اي حاجه وصلت لها زي